نفذ شاب وفتاة بقى مقلب في مجموعة من المتسوقين داخل أحد المراكز التجارية، وده وضعهم في موقف محرج للغاية. البنت بقى دي استخبت داخل ترابيزة عليها كوبايات كتير مليانة لبن، والولد بقى بيظهر هو بيطلب من الناس اللي ماشية في المول ان هم يجربوا لون نوع اللبن الجديد ده نازل في السوق، لكن بيتفاجئوا من اللي بيحصل. خلونا نشوف الفيديو.